معدات الموت. مصادر خاصة تكشف لمأرب بريس عن أخطر شحنة حصلت عليها الميليشيات مؤخرا من إيران، وتوجه طلبا عاجلا للشرعية والمجتمع الدولي. أدت مصادر مطالعة في العاصمة صنعاء الأحد السادس والعشرين من مايو أيار 2024 بحصول ميليشيات الحوثي الإنقلابية مؤخرا على آلات وأدوات إيرانية مختلفة تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية وإنتاج الذخيرة الحية. وذكرت المصادر لام مأرب بريس نقلا عن أحد عناصر الميليشيات التي تعمل في إحدى الورش الحوثية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة بأن الميليشيات الحوثية حصلت مؤخرا على آلات وأدوات مختلفة إيرانية المصدر تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة وإنتاج الذخيرة الحية. وأشارت المصادر بأن تلك الورشة التي رفض العنصر الحوثي الإفصاح عن موقعها يتواجد فيها خبراء من إيران يتولون تدريب فريق حوثي على طريقة استخدام تلك المعدات والآلات لتطوير وإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذا إنتاج الذخائر. وذكرت المصادر بأن من أبرز تلك المعدات والآلات التي وصلت إلى أيدي الميليشيات مؤخرا بعد أن تم تهريبها من قبل إيران هي مخارط ومناشير كهربائية وأجهزة خاصة بصنفرة قطع الأسلحة بالإضافة إلى مكابس حفر وأدوات قياس دقيقة وقوالب خاصة بتشكيل قطع الأسلحة وكذلك قوالب خاصة بإنتاج أنواع مختلفة من الذخيرة وآلات متخصصة في تقنية النقش الليزري على قطع الأسلحة وذخائر لتسميتها وترقيمها. وقالت المصادر بأن الميليشيات الحوثية الإيرانية نجحت مؤخرا في إقناع طهران بضرورة توطين وتطوير وإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مناطق سيطرتها لتفادي صعوبة الحصول عليها عبر منافذ التهريب البحرية والبرية، خصوصا مع ارتفاع نسبة الجهد الغربي لمكافحة تهريب السلاح الإيراني لميليشيات الحوثي التي يتم تهريبها عبر الممرات المائية المخصصة لتلك المهمة. وطالبت المصادر الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تدفق معدات الموت الإيرانية التي يتم تهريبها لميليشيات الحوثي عبر الخط الساحلي الخاضع لسيطرتها. يذكر بأن وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري أكد خلال الأيام القليلة الماضية وصول عدد من السفن الإيرانية إلى ميناء الحديد الخاضع لسيطرة الميليشيات قادمة من ميناء بندر عباس الإيراني مباشرة دون أن تخضع للتفتيش، ما يؤكد استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين الذين يديرون معركة الميليشيات وعملياتها في البحر الأحمر، لافتا إلى أن بقاء الميليشيات في الأماكن المطلة على الملاحة الدولية سيبقى محل تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم.